مجال العمل الإنساني صح كبير، بس إنه حبيت أدخل فيه كمتطوعة بالبداية كناشطة إنسانية. حاليا صار لي بهذا المجال 6-7 سنوات عم بشتغل كمتطوعة. نظرة المجتمع حاليا إلي كتير إيجابية، خاصة أنه النساء، نحن أغلب تعاملنا مع النساء، وأكيد العمل مرأة لمرأة بيكون أفضل بكتير. فإذا كنت أنا مرأة عم زور نساء، فالنساء عم تثق فينا وعم تعطينا المعلومات اللي نحن بدنا إياها لحتى نحن نقدر نساعدها أكثر. أكيد أن الهدف من عملي أنه دائماً بسعى لتمكين المرأة اللي بتكون معيلة لأسرتها، وتمكين الشباب، خصوصاً الشباب الناشئين، الشباب الخريجين جامعات جداد، لحتى نطور لهم مهاراتهم لحتى يدخلوا سوق العمل، إن كان شباب أو شابات أو نساء.